اسم لمع في سماء مصر بعد أن حقق العديد من الميداليات الإفريقية والعالمية في ألعاب القوى، وراهن عليه الجميع أن يكون ورقة مصر الرابحة في أولمبياد ريو 2016. إيهاب عبد الرحمن الذي تعرض لمفاجأة صادمة أدت لاستبعاده من دورة ريو 2016 في أزمة كانت حديث الشارع الرياضي المصري وقتها، لكن بطلنا أصر على تجاوز هذه المحنة وعاد أقوى ليشارك في أولمبياد طوكيو 2020 الأخيرة، وحصل على المركز 13 لأن قواعد التأهل لنهائي منافسات رمي الرمح تنص على تحقيق 83.5% نقطة أو على الأقل التواجد بين أفضل 12 لاعبا في الترتيب العام. حقق إيهاب عبد الرحمن نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي العديد من الإنجازات في مسيرته المحلية والدولية، من أبرزها الحصول على الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى في الصين عام 2015، محققا بذلك الميدالية العالمية الوحيدة لمصر عبر تاريخها في ألعاب القوى، كما حصد فضية بطولة إفريقيا لألعاب القوى في المغرب عام 2014، وأيضا فضية ألعاب البحر المتوسط في تركيا عام 2013، وفاز بذهبية دورة الألعاب العربية في قطر عام 2011، وذهبية بطولة إفريقيا لألعاب القوى في كينيا عام 2010، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الفرانكفون. وفي دورة الألعاب العربية في مصر عام 2007 حقق عبد الرحمن الميدالية الفضية، وحصد أيضا برونزية بطولة إفريقيا للناشئين في بوركينا فاسو عام 2007، وحقق نجم النادي الأهلي 4 ذهبيات في الدوري المصري وذهبية كأس العالم للقارات، وفاز بالميدالية الذهبية مع منتخب مصر في منافسات البطولة العربية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. أما على المستوى المحلي فتربع إيهاب عبد الرحمن على عرش بطولات الجمهورية لعشر سنوات متتالية، ولا يزال ابن الأهلي يواصل كتابة التاريخ في أم الألعاب. سيظل اسم إيهاب عبد الرحمن في التاريخ مدى التاريخ. اسم إيهاب عبد الرحمن بطل نادي الأهلي وبطل مصر في الرمح، 20 سنتي فرقوا معاه في التأهيل للدور النهائي في طوكيو 2021 أو 2020. خلينا نرحب بضيفنا الكبير اللي معانا، اللي أنا بكون سعيد جدا وهو معايا في الهواء، كابتن إيهاب عبد الرحمن. كابتن إيهاب منورني ومشرفني. ربنا يخليك يا كابتن، والله أنا اللي مبسوط إن أنا موجود مع حضرتك. والله صدقني لما في لحظة الأولمبياد ال 20 سنتي دول أنا تعبت فيهم، يعني 20 سنتي بالظبط. بس إيه اللي حصل؟ احكي لي. والله حقيقة هو أنا آخر واحد، يعتبر آخر لعيب متأهل الأولمبياد. تأهلت في آخر حاجة، في آخر يوم في الديدلاين، خلاص كان آخر يوم. آخر يوم. وتأهلت آخر لاعب في رمي الرمح. سبحانك يا رب. الحمد لله. طبعا هي كانت الدنيا شوية مش سهلة بالنسبة لي. أنا بقالي أكتر من 4 سنين كنت خدت الوقف 4 سنين، وبعد كده جت كورونا 2020، برضو ما كانش فيه ماتشات وما كانش فيه منافسات، فكانت الدنيا بالنسبة لي صعبة جدا. كان زي تحدي، أنت إزاي هتقدر تتأهل، هتروح ولا مش هتروح. ناس كتير لما شافوني في الأولمبياد اتصدمت، يعني لعيبة كتير من طب خليني في العشرين سنتي عشان هرجع للخمس سنين، يعني الأسئلة معاك كتيرة بصراحة، الحوارات كتيرة، فخليني في العشرين سنتي. يعني 20 سنتي وأنا عارف اللي أنت قوي جدا، عندك إرادة قوية جدا، إيه اللي حصل في العشرين سنتي؟ والله هو الحمد لله، وأنا كنت ماشي 12، رقم 12 لعند رمي الأخيرة لعند آخر لعب، هو اتخطاني. ما كانش فيه نصيب شوية، ممكن برضو قلة الماتشات، ما كانش عندي الخبرة الكافية، بقى 4 سنين موقوف، فكانت طبعا ما كانش فيه إحساس الماتش اللي هو أقدر إن أنا أتحكم في المسافة. فكان في حاجات كتير ناقصة. ناقصك بسبب بالظبط، كان في حاجات كتير ناقصة. لما لعيب يتوقف ماتش مستواه بيقل، لما يتوقف سنة مستواه يقل، لكن لما لعيب يقعد 4 سنين ويرجع تاني يلعب في الأولمبياد، ده إرادة وتحدي مش طبيعي. والله حقيقة هو كان بالنسبة لي ده كان تحدي صعب جدا، اللي هو أنا عايز أرجع، أنا عايز أروح الأولمبياد إن شاء الله. ناس كتير كانت مؤمنة بيا، ودي كانت نقطة الفيصل. يعني كان
عايزه تحكيها بالتفصيل عشان الحته دي بالذات يا ايهاب، يعني عند الابطال الصغيرين لازم يحسوا ويشوفوا لعيب ازاي كابتن كبير بطل كبير 4 سنين ورجع تاني في اعظم بطوله في العالم قدام الناس كلها ووقف فيها ولعب. بص يا كابتن، هي انا كان عندي ثقه في ربنا كبيره جدا ان ان شاء الله هقدر ارجع. الثقه دي كان اللي مديها اللي حواليا، اهلي في البيت كانوا هم اللي مديني الثقه، صحابي. ربنا كرمني بمجموعه عمل، يعني مثلا النادي الاهلي عمره ما سابني، ما تخلاش عليا من اول يوم، انا حتى من قبل الوقف، لا حتى في الوقف على قد ما قادر كان بيساعدني بالطريقه اللي ما ينفعش يكون فيها حاجه غير قانونيه. كويس. بعد كده كلمتني شركه روابط، كلموني ووقفوا جنبي وتعالى واحنا هنقف جنبك ونساعدك وترجع، فاداني امل. الوزاره كلمتني، الوزير معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، اللجنه الاولمبيه للاتحاد، ففجاه لقيت نادي اتحاد ووزاره شركه روابط اهلي صحابي كل الناس في ظهري، المنظومه حواليك اكتملت. بالظبط، كل الناس في ظهري وكل الناس كلهم مقتنعين ان انا اقدر. كل الناس معين كلهم كانوا مقتنعين ان انا اقدر اجيب ميداليه، وكلهم بيقولوا انت هتجيب ميداليه، مع ان انا عارف ان كلهم عارفين ان انا رجوعي ان انا اروح الاولمبيات ده في حد ذاته انجاز. كنا حاطين عليك امل في الميداليه بصراحه، يعني انا واحد من الناس كان عندي امل وانت بتلعب انت تجيب ميداليه بصراحه. والله انا كان عندي امل، انا كمان ارقامي في التمرين كانت تقول ان انا اجيب ميداليه. بس كان الوقت الاعداد ما كانش كافي جدا بالنسبه لي بسبب الوقف، بسبب طبعًا ان انا ما فيش ماتشات، مش عارف العب ماتشات. هو في الوقف يا هاب ما بنلعبش ماتشات، ما ينفعش خالص، او ما ينفعش اتمرن على ملعب الدوله. اوف، وما ينفعش حد يساعدني بفلوس، حدش، كله من انت بتتمرن ده مقفوله، يعني انت سنجل من الاخر يعني لوحدك. بالظبط بالظبط. كنت بره فين يا هاب؟ انا كنت بتمرن في الشرقيه في الوقت ده، كنت بتمرن في كفر صقر. في كفر صقر، مركز الشباب كفر صقر. كفر صقر بالنسبه لك ايه هي؟ بلدك هو ابن كفر صقر، خلي بالكم يعني كابتن ايهاب عبد الرحمن ابن كفر صقر، وانا عارف الشرقيه دي فيها كرم كبير جدا. ربنا يخليك بجد والله. ربنا يخليك. يعني قول لي بقى عملت ايه في كفر صقر؟ هو انا اول طبعا الوقف لما حصل، فاضطريت ان انا ارجع بلدي تاني قريه ناطوره، مركز كفر صقر. كويس. وهناك الناس بصراحه رحبوا بيا، قال لك تعالى اتمرن اللي انت عايزه كله. بدات اتمرن واحدة في واحدة. جه برضه حصل لي شوية عقبات شوية في النص. كويس. جالي إصابة كبيرة في دراعي، في كوعي، لفيت عليها كتير جدا. اللي يقول لي أنت هتبطل، يقول لي مش هينفع تلعب. بعد كده جيت سافرت فنلندا، كلمت أنا واحد صاحبي هناك. كويس. ورحت للدكتور هناك وعمل العملية والدنيا كانت تمام، وحتى أنا بحكي له التقرير اللي معايا وكده قعد يضحك، قال لي ده عادي خالص، ما فيهاش مشكلة خالص، ده عملية تنظيف يعني. والله حاجه سهله يعني. بالظبط، قال لي 4 اسابيع وتنزل تلعب ماتش عادي وبتاع. وفعلا رحت 4 اسابيع نزلت ما فيش حاجه في دراعي. ما شاء الله يا جماعه، في ده انا بقى لي 3-4 شهور عمال الف على دراعي. بلف حوالين نفسي. بالظبط. فرجعت بعد كده بقيت مقضيها تمرين في الشرقيه عندنا. بعد كده ربنا كرمني اخر سنه جه الوقف اتشال من عليا، وبرده في الفتره دي برده قلت اما استفيد شويه دخلت ماجستير، خلصت الماجستير ما شاء الله عليك، وشغال دلوقتي في الدكتوراه، المفروض ان شاء الله اناقش السنه الجايه باذن الله. هتبقى كابتن ايهاب ولا دكتور ايهاب؟ لا انا هبقى ايهاب عادي. طب قولي الماجستير في ايه يا ابو سمحت؟ انا عملته في البايوميكانيك. كنت انا كان عندي مشكله في التكنيك عندي، فكنت عايز اعرف المشكله دي حلها ايه، فلازم عشان اعرفه درسته، لازم ادرسه. ما شاء الله عليك. فقعدت مع الدكاتره وناس صحابي، قلت لهم انا عندي مشكله في كذا كذا كذا، اعملها ازاي؟ قالوا لي احنا الطريقه الصح هنعمل 1 2 3، ومشيت على الطريقه والحمد لله شغال عليها. شغال عليها؟ شغال عليها. واخدت ماجستير فيها وهتاخد دكتوراه فيها برضو ولا ايه؟ لا انا بقى دكتوراه بقى دلوقتي على التدريب. على التدريب اللي هو القسم بتاعي انا، قسم تدريب اصلا، تربيه رياضيه تدريب. ناوي لما، بص انا مش عايزك اتكلم على التخطيط ده بصراحه، او بعد بعد ما ايهاب عبد الرحمن، ناوي تخش مجال التدريب؟ ان شاء الله باذن الله. تدريب ان شاء الله. خلينا نتكلم احسن وانت موجود دلوقتي معايا، والبطوله والبطولات اللي جايه عندك اكيد في الوقت ده اللي انت كنت فيه موقوف، كان الكلام معاك مختلف، نفسيتك، احساسك، كل ده عايزك تحكي لي وشعورك على الموضوع ده. بص حضرتك، انا بقول لحضرتك انا ممكن اكون محظوظ زي ما قلت لحضرتك ان كان حواليا مجموعه كبيره كلهم بيساعدوني وكلهم واقفين جنبي وكلهم يعني نفسهم ان انا ارجع. فما كانش في، كان كل الناس، ما فيش حد بيحسسني ان في حاجه. كل الناس بتساعدني، كل الناس عايزاني ارجع، كل صحابي عايزيني ان انا ارجع زي الاول. اهلي في ظهري. طبعا قلت حاجة فجاه برضو اللي زود بالنسبه لي الدافع ان انا لقيت مؤسسه زي مؤسسه النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب دايما كان على تواصل. ما شاء الله. يا جماعه انت بتتمرن يا ابني؟ اقول له بتمرن. طب محتاج حاجه؟ والله انا كويس، انا لو محتاج حاجه تمام بتاع.
فده كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. ان انت 4 سنين الناس واقفه، الناس واثقه فيك، الناس واثقه ان انت ما تعملش حاجه غلط، الناس واثقه ان ده خطا منك او خطا غير مقصود يعني. فدي كانت حاجه دافع كبير ليا ان انا ارجع تاني. شخصيه ايهاب عبد الرحمن شخصيه مختلفه. خلي بالكم لازم ناخد من كلامه بيقول انا 4 سنين وكنت محظوظ. محظوظ دي عنده يعني ايجابيات كبيره جدا، عنده اراده قويه جدا، عنده حاجات خليته يرجع تاني كابتن ايهاب عبد الرحمن. خلينا من كل ده وخلينا نرجع للتاريخ شويه ونفكرك، عشان انا عايز اوصل في الاخر لباريس ان شاء الله باذن الله. فخلينا نتكلم في تاني بطل العالم. تمام مظبوط. تمام. شباب وكبار وكبار، وكسبت كمان بطوله كاس العالم. كاس العالم ايه الفرق بين كاس العالم وبطوله العالم؟ بس نعرف الناس. تمام. كاس العالم ده بيبقى كل 2 من كل قاره، احسن 2 من كل قاره. كويس. بطوله العالم دي كل الناس بقى لها رقم كده، اللي يتاهل بيروح. بيروح بيروح. يعني كاس العالم هي اقوى من بطوله العالم؟ يعتبر اقوى حاجه بطوله العالم. بطوله العالم هو كويس. كاس العالم بيعتبر بنفس القوه، ان انتوا اقوى 2 بيبقى موجودين من كل مكان. اقوى 2 من كل مكان ده اقوى كتير بالزبط. لكن اي حد تاني يخش بطوله العالم ده رايي بصراحه. والله حضرتك بص، والله حضرتك على حاجه، احنا عندنا في العاب القوى المشكله ان احنا لعبه رقميه، فالموضوع صعب. كويس. كل حاجه صعبه يعني. رقم القوى اللي بيحدد عليك انت هتكون فين في الوقت ده. فعشان كده انا بشوف، انا عن نفسي بشوف بطوله العالم اصعب شويه. كويس. بسبب ان العدد كبير، ضغط اكتر. ممكن واحد يعمل مفاجاه. فانت بتبقى قاعد مستني اللي حواليك يعملوا مفاجاه. انما في بطوله العالم، في كاس العالم، هم 6 أو 7 انت عارفهم، دول اللي بيلعبوا معاك على طول يعني. لما رحت طوكيو قلت لي ان الناس كلها اتفاجئت بوجودك، والناس كانت وشها مختلف معاك. بالظبط. انا في الاول خالص قبل طوكيو حاولت ان انا اسافر العب ماتشات بره مصر. كويس. مفيش حد ساعدني، عشان ابقى صريح مع حضرتك. كويس. يعني يعجبني الصراحه. بعت الماتشات يا جماعه، طب انا عايز اجي العب، مفيش. طب يا جماعه انا عايز اجي اعمل معسكر، مفيش. قفلوا الباب عشان هم عايزين يكسبوا. لا مش كده برضو، هم في عنصريه شويه في حته يعني معينه. كويس. تمام. نعدي دي. بالظبط. قلت برضو لا، قلت لا الحمد لله برضو. كويس. انا مش هستسلم، انا عندي حلم، هفضل ماشي وراه. ربنا كرمني، رحت جنوب افريقيا، الناس هناك استقبلوني استقبال كويس جدا. قلت برضو في امل، الدنيا كويسه. رحت هناك، فكان كل الناس اول ما شافوني، انت ازاي جيت؟ انت 5 سنين ما بتلعبش ماتشات. احنا في ناس بتلعب طول السنه وما تاهلوش يعني. في لعيبه جامده ما جاتش، ما عرفتش تيجي. انت ازاي عملتها؟ فقلت لهم والله انا جاي، وكان نفسي اجيب ميداليه. كنت زعلان جدا. انا فاكر فتره كنت زعلان جدا وقاعد بتاع. فواحد قال لي انت ما تزعلش مدرب. قال لي انت وجودك هنا بعد 5 سنين ده انجاز. اعجاز. قال لي اعجاز. قال لي وما لعبتش ماتشات يعني. انا مثلا اتاهلت من 5 ماتشات لعبتهم، وهو اصلا القانون تتاهل من 5 ماتشات يعني. انت متخيل حضرتك انا اتاهلت من 5 ماتشات من 5 ماتشات اتخذت الفرصه بتاعتي، هي فرصه هتروحتها. فالناس كلها قالت لي انت بس عندك مشاكل في التكنيك، في حاجه معينه وبتاع. وانا شغال عليها دلوقتي يعني. هو ده اللي انا شغال عليه دلوقتي. شغال عليه دلوقتي. اكيد في حياه البطل زي ما بنتكلم على افراح وانجازات، اكيد بيكون فيه صعوبات. وصعوبات، سيبك من موضوع الوقفه. تمام. صعوبات قابلتك في الطريق، ايه الصعوبات اللي قابلت ايهاب عبد الرحمن لغايه ما وصل لبطوله العالم او كاس العالم؟ والله بص، هي الاصابات اكتر حاجه صعبه. وكانت البدايه خالص من اول خالص، اول ما بدات وجيت القاهره هنا، جيت النادي الاهلي، كانت الدنيا صعبه، كنت لسه صغير. جيت النادي الاهلي كام سنه يا؟ انا جيته في 2006، كنت حوالي 16 سنه 17 سنه حاجه كده. جيت ازاي؟ انا كنت بلعب بطوله مدارس. المدرب بتاع كفر صار الكابتن احمد كامل شافني، قال لي تعالى انت عايز 4%. قلت له عادي، فوق رياضي طبعا. بتلعب رمح؟ احنا لا، في الوقت ده كنت بلعب كوره مع الناس. كوره؟ عادي. لا طب انت بص معاك كلام كتير. انت بتعرف تلعب كوره على قد يعني؟ لعيب جامد؟ مش قوي يعني، بس طيب بحاول. بتحاول؟ طب هنتكلم في الكوره في الاخر، بس خلينا في دي اتفضل. فقال لي انت محتاج درجه تفوق رياضه. قلت له اكيد طبعا محتاج تفوق، مين في ثانويه عامه مش محتاج وكده طبعا. فقال لي طب تعالى معانا. فقال لي تعالى لي تاني يوم الساعه 8 الصبح. قلت له حاضر. كويس. رحت 8 الصبح لابس بنطلون خروج والدنيا وتمام. اترك رايحين بطوله. قال لي اعمل زي اللي بيعملوه. نعم بالظبط. والله العظيم يعني اعمل زي اللي بتعملوه. اي حد يعمل حاجه اعمل زيه. كويس. رحت عامل تاني في كل حاجه ورا اللعيبه بتاعته. لعبت ايه؟ كل حاجه يعني. لا لعبت رمح. لعبت جله. لعبت قرص. لعبت وسب. السبات. بس عشان يبقى الكلام بس ابقى فاهمه كويس معاك، يعني انت رحت هناك ما كنتش ولا مسكت قرص ولا جله ولا اي حاجه، ولابس لبس خروج كمان. ما اعرفش اي حاجه.
ورحت عملت كده. قال لي احنا بنلعب اربع مسابقات هنا واسبي من الثبات وجول لو قرص ورمح اللي يعمله اعمله. كابتن مين بقى؟ كابتن احمد كامل. احمد كامل ده علامه في تاريخك. ده نقطه بالظبط في تاريخك مهمه طبعا. ليه؟ فضل عليا بعد ربنا. بعد كده عملت تاني في كل حاجه. قال لي خلاص انت تيجي والمدارس. بدات اتمرن رمح. رحت بقى شافني كابتن محمد نجيب مدرب النادي الاهلي. تمام. قال لي يا ابني انت هتبقى بطل عالم بس اتمرن. هو من عندكم برضه الشرقيه؟ من الشرقيه. من الشرقيه صح. قال لي انت هتبقى بطل عالم بس اتمرن. قلت له حاضر. يعني ما كنتش لعبت ايهاب؟ لا خالص. وشافك قال لك انت هتبقى بطل عالم. ما شاء الله. بس انا بقى ما كنتش مقتنع بده كله بقى بصراحه. جواك. انا عملت اول جمهوريه مدارس بس مش كنت مقتنع بده كله خالص. كنت مقتنع بايه ساعتها؟ انا مقتنع ان انا فجاه هبطل بعد الثانويه عادي زي اي حد. والله بابا هيقول لك دراسه ثم الدراسه. بالظبط. والله هما كانوا بيشجعوني والله. ففجاه لقيت بيقولوا لي ده النادي الاهلي عايزك. وكان في ثلاث انديه معاه. قلت النادي الاهلي. كنت اهلاوي؟ قلت بس دخلوني جوه النادي. قلت اروح ادخل جوه النادي واطلع. حصل مشكله بيني وبين الكابتن احمد كامل في حوار النادي الاهلي ده. اشمعنى؟ انا استقتلت. ايه؟ استقتلت. قلت له انا رايح النادي. ايوه ليه؟ هو كان عايز كان ايه النادي ايه تاني كان عايزه؟ كان في وقتها الشرطه. وكان في وقتها فاكر ربي كان نادي تقريبا مؤسسات حاجه كده. المؤسسات العسكريه اكيد. فانا طيب. ما كنتش اعرف حاجه. هو كان عايز يوديك ايه؟ هو لا هو قال لي استنى ما نشوف العرض الكويس. فانا قلت له لا انا اروح الاهلي. اول ما سمعت الاهلي قمت جاري. قال لي يا ابني ده كان ايامها. قال لي اللائحه بتاعت الاهلي هتلاقيها اضعف. قلت له اضعف اجمد اكبر انا رايح الاهلي. مفيش لائحه. ما عندكش مش شايف حاجه قدامك خلاص. انا رايح الاهلي. يا ابني قلت له لا وديني الاهلي وخلاص. وانا كان كل تفكيري هدخل جوه النادي اقعد لي شهر اتنين تلاته اكيد مش هكسب حد. هيمشوك. وهمشي. بس مش هم اللي هيمشوك. انا همشي. انت اللي هتمشي. سبحانك يا رب. عشان الدراسه وكده يعني. فدخلت كابتن محمد قال لي انت هتبقى بطل عالم بس اتمرن. قلت ما اجرب. كويس. اشوف ادي نفسي شويه. حلو. فجاه لقيت نفسي كسبت ال 20 سنه وال 18 سنه وكسبت الدرجه الاولى. وانت 16 سنه؟ وانا 18 سنه. وانت 18 سنه كويس. قلت ايه ده؟ قلت بقى خلاص كمل بقى. فكملت رحت عملت تاني. لما كسبت الامل جالك خلاص. لا انا قلت بقى خلاص بقى انت فشلت في التعليم بقى. فشلت في التعليم ما شاء الله ماجستير ودكتوراه. يعني احنا بالنسبه لنا تعليم بقى كليه طب بقى هندسه حاجات زي كده بقى انت تربيه رياضيه. الوالد او الوالده كان دايما يقول لك عايزينك تبقى مهندس او دكتور بصراحه؟ بصراحه والدي كان والدي والدتي كان عايزيني دكتور. النهارده بيقول لك ايه؟ هم دلوقتي عايزيني ابقى اجيب ميداليه اولمبيه واكمل الدكتوراه. كلنا عايزين كده. كل حلمهم ان انا اكمل الدكتوراه واجيب الميداليه الاولمبيه. يعني مش شرط المهندس او الدكتور هو الاهم، لكن الميداليه الاولمبيه مهمه جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت زي ما شايفين قدامنا نموذج واضح بيقول انا كان عايزين داخلين هندسه وطب وبعد كده ما شاء الله النهارده ماجستير ودكتوراه. شرف كبير جدا. وكل الاسره النهارده بتسبورت ان هو يجيب ميداليه رياضيه. نكمل ايهاب. فبعدها رحت بقى كسبت بطوله العالم 20 سنه عملت تاني. فبرضه كنت زعلان جدا بقى. انا بقى ماشي عمال اكسب فازاي اخسر؟ كابتن حد قال لي انت مش فانا مش فرحان. فقلت له في واحد كسبني وبتاع. فقال لي يا ابني انت في بطوله عالم انت بتهزر. ما فهمتش ده بقى غير مثلا في 2011 مثلا. اتعلمت ده في النادي الاهلي انت ما بتخسرش. بالظبط. خلاص. بالظبط. بقيت ماشي بقى طبقا لقوانين النادي الاهلي ان احنا بنكسب بس. بالظبط. انت كل الماتشات بتدخلها بتدخل تكسب. كل حاجه بتدخلها يمكن حياتك فاكر حياتك كنت بتعدي علينا في النادي الاهلي تلاقيني اخر واحد طالع من الملعب الصح. انا فاكرك كويس جدا. انا يا جماعه هو ايهاب بيتكلم في نقطه انا كنت بشتغل في النادي الاهلي طبعا. ففعلا كنت ببص عليه واشوفه فعلا كان بيطلع 11 و12 بيه لوحده بس. اتفضل. وكان وقت المطر الجو يمطر علينا. نفضل نتمرن. فكابتن محمد يقول لي بس اللي كان بيديني دفع كابتن محمد في وقتها هتبقى كويس. وفجاه لقيت نفسي بقيت برمي كويس. فقلت انا هكمل بقى. بترمي حاجه ثانيه؟ لا خالص هو رمح. رمح بس. طيب خلينا بس معانا تليفون مهم هنروح معاك طبعا. معانا على التليفون رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي الكابتن ياسر داوود. مساء الخير يا كابتن ياسر. مساء النور عليك يا كابتن خالد. اخويا وصديقي العزيز. ربنا يخليك يا حبيبي. اشكرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن ماشي الامور بخير. ماشي الامور. اخبار العاب القوى ايه في النادي الاهلي؟ والله زي ما انتم متعودين دايما الحمد لله كويسه في المقدمه الحمد لله. يا رب يا رب. دايما انتصارات ودايما انجازات. بس معانا النهارده نجمنا اللي احنا كلنا بنفخر بيه في النادي الاهلي ومصر كابتن ايهاب عبد الرحمن معانا النهارده. تقول له ايه؟ العريس بتاعنا ده اولا هو حبيبي على مستوى شخصي، ثانيا هو يعني نجم مصر ونجم النادي الاهلي يعني اكيد برضا ومحبه الجميع. مش هو عايز اقول اكتر من كده يعني
الراجل نجم ومحبوب وهو رقم واحد في مصر. طيب قول لي، هو رقم واحد في مصر ونجم ومحبوب، كابتن إيهاب عبد الرحمن خارج الملعب، عايزك تكلمني عليه خارج الملعب، سيبك من الملعب كلنا شايفينه، لكن بره الملعب ايه اللي الطريقه، الكلام، الاسلوب، التعامل، كل ده، عايزك تحكي لي موقف حصل بينك وبين ايهاب مهم في الحياه. والله طبعا انا يعني الذاكره مش جاهزه دلوقتي موقف، ان هو بره الملعب هو شخص ودود جدا ومش عايز اقول خجول عشان ما يتغرش. انما هو شخصية فعلا تحب تقعد معاها، تحب تصاحبها، تحب تطلع معاها رحلة، تحب تقعد معاها في كافي شوب. يعني انسان طيب مع الكلمة، راجل متربي مهذب، يعني في مواصفات البطل المصري اللي احنا بنفكر فيه. يعني ده اكيد شيء مهم جدا، بس اكيد برضو احنا بندور على حاجة تانية، هنجهزه زي اللي 2024. هو طبعا احنا بنتابع، يعني انا معاك في دي. طبعا احنا بصراحه يعني طوكيو كنا بنتعشى من ان احنا نخش بس مركز متقدم مش اكتر، مش ميداليا. وكل يعني احنا كنا عارفين كده من مش بينا وبين بعض، يعني كنا عارفين كده. انما طبعا ان شاء الله ربنا يسعد في باريس بقى، يعني احنا ان شاء الله متوقعين له خير. وإيهاب يعني بعد التوقف الاربع سنين ده لما يرمي 184 دي حاجه مش عايز اقول انجاز، انما حاجه ممتازه. وهو حاليا يعني نقول كفت او في توتال في اللياقه العامه او الاداء او التدريب احسن بكثير من الاول. طبعا احسن من السنه اللي فاتت، احسن من قبل طوكيو بشهرين ثلاثه. وبيتمرن بجد كانه يعني اول مره داخل بطوله. وحتى هو من اسبوعين كان حصل له كده سبرين انكل، توقف انكل رجله وارمي. يعني لا اهتم وراح للدكتور، ورحنا جلسات، وفي خلال مثلا يومين ثلاثه كان في الملعب ثاني. طب انا بص برضو، بص يا ياسر انت حبيبي انت عارف، فانا برضو هرجع طبعا نفس السؤال عشان انت بتجري مني. احنا هنساعده ازاي وهنجهزه ازاي لطوكيو؟ البلان اكيد هتقعدوا مع بعض وفي بلان هتحطها، اكيد النادي الاهلي بيساعد بجزء، واكيد الاتحاد المصري بيساعد بجزء، اكيد يعني كلها في الاخر عشان نوصل للنتيجه اللي احنا كلنا عايزينها. هو طبعا احنا حضرتك عارف دلوقتي احنا في موسم انتخابات، وان شاء الله في اول مرحله من مراحل الاستقرار بتاعنا النادي وكاتحاد. مظبوط. إيهاب طبعا هنقعد بنعمل له خطه وهنكملها باذن الله في اول يناير الجاي. وبرضه يكون يوم 5 ان شاء الله الشهر الجاي يكون عرفنا الاتحاد بتاعنا الرئيس والاعضاء. وهنبتدي نتواصل معاهم، وهم عايز اقول هو التواصل موجود، انما طبعا لما يقعدوا ويستلموا المسؤوليه بتاعتهم هتبقى الحاجات بقى هتقنن، وهنكتب ورقه وقلم. ان هم طبعا يعني حتى دلوقتي الساده اللي هم مرشحين كاعضاء وكرئاسه عندهم خبر، واحنا بنتواصل معاهم على اساس ان احنا هنعمل خطه جيده لإيهاب، لان طبعا احنا هم واحنا وكلنا عندنا امل ان هو ان شاء الله يحقق ميداليه. كابتن ياسر داوود بنشكرك شكرا جزيلا انك كنت معانا النهارده. خطه مهمه، وخلينا بقى اقول لك انت بقى الجزء الاهم في الموضوع. طبعا. مين بيرسم الخطه، انت المدرب ولا كلكم بتقعدوا مع بعض وتتكلموا؟ هو تقريبا يعني كلنا بنقعد مع بعض. كويس. هو كابتن محمد بيحط الخطه. كويس. وبعد كده في اللي هو في مانجر بره بيحط خطه الماتشات. كويس. وبنقعد مع الاتحاد نظبط خطه المعسكرات. كويس. بعد كده بنقعد مع بعض بقى نحطها بنظبطها كلها. وبعد كده بناء عليها بتطلع الخطه للنور بقى. بتطلع الخطه للنور. شايف ان احنا سنتين ونص يا هاب بصراحه شديده كفيله ان انت توصل للنقطه اللي احنا عايزينها؟ بص الله يحييك على حاجه، انا السنه اللي فاتت ادتني امل فعلا ان انا فعلا اقدر اعمل حاجه. السنه اللي فاتت انا ان انا بعد كده ارجع من ده كله ان انا ارمي وابقى متواجد. فده يعني خلاني احس ان انا فعلا اقدر ان انا في الاولمبياد اعمل حاجه، وان السنتين دول كافيين ان شاء الله ان انا ابقى موجود في وسط الثلاث ميداليات ان شاء الله. طيب طلعت دكتور او ما شاء الله دكتوراه. طيب. وهرجع تاني لنقطه مهمه في الحياه، دور العيله ودور الاسره. طيب. ودور الزوجه طبعا، والاب والام وماما وهي شايفانا النهارده، الوالده اللي هي بقى يعني الاساس بقى. طبعا. في الموضوع نتكلم على دور الوالده، واكيد هي سبورت قوي جدا لان هي الحضن الحنين بالنسبه لك. بص حضرتك انا بقول لحضرتك انا دايما محظوظ، انا الحمد لله انا دايما باخد اي حاجه بلاقي ربنا مديني حاجه قصادها كويسه جدا. يعني انا عندي والدتي من اول يوم بدات اللعبه دي، وهي اكتر واحده كانت مقتنعه ان انا ربنا هيكرمني واعمل حاجه كويسه فيها. اضحكك؟ تمام.
والدتي كانت نفس الكلام. والدي ربنا والدتي رحمه الله عليها كانت هي المقتنعه ووالدي ربنا يديله الصحه وطول العمر بيقول لي روح يا ابني ذاكر يا ابني، بس كان في الوقت زمان انت فاهم يعني. طبعا اتفضل. والدي بقى ليه موقف معاه ما بنساهوش خالص. حلو قوي. يعني يمكن ده يعني هو ووالدتي الموقفين دول اللي خلوني انا موجود عند حضرتك دلوقتي واللي انا اكون فيه ده يا رب. كنت انا لما اتنقلت النادي الاهلي فما كنتش فاهم حاجه بقى، وقعدت اذاكر الثلاث شهور اللي باقيين، فقالوا لي تعالى ده في بطوله عندك هنا تعالى العبها. بطوله فين؟ في مصر تبع النادي الاهلي في القاهره. فركبت ورحت وكده، فرحت عمال كان المدرب بتاعي قال لي احنا هنعمل خطه، طبعا الكلام ده ما مش موجود في رمح، فانا مشيت وراه وخسرت عملت رابع. فروحت البيت قابلت وانا مروح ابويا قال لي لا مش هنروح تعالى هنتعشى في مكان كده. قلت له ماشي. رحنا وانا راجع انا من طبيعي ما بنامش في مواصلات، فتعبت ما بنامش زي فاليوم ده تعبت وبتاع. فالمهم قاعد زعلان كده وبتاع، فابويا بيقول لي بص قال انت عايش في الحياه دي تجرب، قال لي مش هتخسر حاجه، ايه المشكله انت لسه كسبان بطوله الجمهوريه صح؟ قلت له صح. قال لي انت بقالك 3 شهور او 4 شهور بتذاكر عشان الثانويه ما بتتمرنش؟ قلت له تمام. قال لي هم كلهم بيتمرنوا صح؟ قلت له صح. قال لي طب انت عايز تكسبهم وانت ما بتتمرنش؟ فقلت له يعني، قال لي يعني الحياه كده يا ابني هتطلع وتنزل وتطلع، بس النزله دي هتطلعك اكتر قدام، عشان كده ركز في تمرينك وركز في حياتك واحنا كلنا معاك، وما تفكرش في الخساره دي خالص، خلي الخساره دي دافع ان انت تبقى كويس. واليوم ده وانا مروح انا نمت على كتف ابويا طول الطريق من التعب. فرجعت والدتي قالت لي نفس الكلام. ما كنتش قاعد معاك؟ انت زعلان ليه؟ لا خالص، كانت والدتي في البيت. طب انت زعلان ليه؟ انت كذا كذا نفس الكلام. فقلت لا، انت طالما هم مقتنعين بيه انا لازم افرحهم. والدتي وجت اختي قالت لي انا نفسي اتباهى بيك واحس ان اخويا عمل حاجه كويسه. قلت لهم خلاص ماشي. ربنا كرمني بعد كده ان انا مراتي بقت كده، مراتي جت مش في دماغي ان انا ابقى كويس، لدرجه ان انا بعد الفرح بتاعي سافرت معسكر ب 10 ايام. انا فاكر الموضوع ده كويس عشان حضرت الفرح. طبعا ده كان شرف ليا والله. ده كان شرف ليا والله حضرت الفرح. بعد كده ربنا كرمني وخلفت. برضه مراتي قالت لي روح ما تخافش عليا وما تخافش على حمزه وما تخافش على اي حد، وروح انا عايزين ميداليه، روح انا عايزك تروح الاولمبياد. ما شاء الله عليك بصراحه. ورحت معسكر وسبت ابني بعد مثلا بعد الميلاد بحوالي 20 يوم. فلا انا مراتي عايز اشكرها جدا جدا. هنتكلم بص هخليك تشكر شخص شخص فيهم. تمام. فتبص بقى للكاميرا وتاخدهم واحد واحد. تمام. عشان الشكر عندك كتير بصراحه. طبعا لا فيعني خليني انا هسيب لك الهوا وتكلم زي ما انت عايز. الوالد اول حاجه انا نفسي اشكر والدي جدا جدا، ونفسي اعمل له حاجه تفرحه. نفسي اخليه فخور دايما. والدتي نفسي اعوضهم، نفسي اعوض والدتي على التعب والمجهود والاذى اللي انا نفسي اللي انا اذيته لهم. عمرك ما اذيتهم نفسي، ما تزعلش مني بقى. انا بقى كلام بصراحه، انا اقول لك حاجه، انا كنت بشوف وقت الوقف والدي ووالدتي بيضحكوا في وشي، بس من ورا هم تعبانين. طبعا اكيد انا معاك. فكان ده بالنسبه لي انا اذيهم، وانا مش حابب ده، دايما حابب اشوف الفرحه على وشهم. حابب اشكر طبعا مراتي. طبعا طبعا هجيب مراتك في الاخر وحمزه معلش. تمام. خلينا في اختك اللي انت برضه خدت سبورت. طبعا اختي انا بشكرها جدا جدا، وقفت معايا في الاوقات اللي انا كنت فعلا محتاج ان حد يقف في ظهري. كانت يعني كانت اخت واخ. ما لعبتش لا لا هي ما لعبتش. مالهاش دعوه بالرياضه؟ ما لهاش دعوه بالرياضه خالص. بس هي كانت اخت واخ في نفس الوقت. هي بتشجع ايهاب عبد الرحمن بس. بالظبط. هي ما تعرفش حاجه في الرياضه غير ايهاب عبد الرحمن. ان هو لازم يبقى كويس. ما شاء الله عليك. الزوجه بقى. الزوجه طبعا هي بتعمل لك الاكل والشرب، خلي بالك برضو لازم تظبط الاداء. انا تعبها كتير معايا جدا جدا جدا. بس فعلا والله يعني انا مش عارف اقول لها ايه غير يعني ربنا يخليها لي ويحفظها لي يا رب. ربنا يبارك لك فيها. هي وحمزه واهلي كلهم يا رب. يا رب. وحابب برضو اشكر النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره كلهم بلا استثناء عشان ما انساش حد خالص. الجهاز عندنا كابتن ياسر داوود، كابتن محمد نجيب مدربي اللي دايما تعبان معايا، صحابي كلهم بلا استثناء اللي وقفوا في ظهري واللي دايما كانوا مقتنعين بيا. الشكر بقى ده بالنسبه لي هو مش شخص، هي شركه. قولي وانا موقوف. قولي وانا موقوف. مقتنعين بقى عبد الرحمن. كابتن شركه روابط. وطبعا معهم الراعي بتاعي البنك الاهلي. اشكرهم جدا، واشكر مع الوزير دكتور اشرف صبحي، واشكر اللجنه الاولمبيه باشمهندس هشام،
وانا بشكر حضرتك ان حضرتك دايما سبورت ليا من اول ما رجعت وقبل ما ارجع ومن ايام النادي الاهلي من وانا كنت صغير. انت عارف يا ابي يعني انت عندي ايه؟ انا نفسي اشوفك بصراحه ولابس ميداليه اولمبيه ان شاء الله. انا واثق تماما انت هتلبسها. انا في حاجه عايز افكر حضرتك بيها. فضل. لو حضرتك تفتكر زمان لما كنا في النادي الاهلي كان الامن بيجي يخرجنا عشان بعد الساعه 12 ممنوع وكان في ضلمه. حضرتك كنت بتقول لا خليهم يتمرنوا. صح حضرتك تفتكر. فاكر كويس جدا. فانا بشكر حضرتك جدا لولا حضرتك ان حضرتك في ظهري في الوقت ده وانا صغير. انا كان زمان ممكن اكون بطلت دلوقتي. فيا رب ربنا يقدرني واقدر اعمل حاجه كويسه هفرحنا افرح حاجة. صدقوني بجد والله ايهاب عبد الرحمن الثلاث دقائق دول حاجه من القلب, حاجه بيطلعها. انا سبته يتكلم لان فعلا دي حاجه من قلبه لاسرته اللي هي ساعدته وزوجته وابنه والوزاره والنادي الاهلي وكل الناس. واحنا كلنا امل في ايهاب عبد الرحمن ان هو وجه رسائل ليهم, لكن احنا كمان معانا رسائل من جماهير الاهلي لايهاب عبد الرحمن. خلينا نشوفها معاكم وترجعوا لنا مره ثانيه. باجتهادك وتدريبك ومواصلتك على ان انت ترفع مستواك نطمح ان انت كده ان شاء الله تجيب لنا مراكز احسن. ربنا يوفقه دايما وربنا يجعله في العلالي ويكسب دايما ويشرف مصر ويشرف بلدنا. اقول له الف الف مبروك وبالتوفيق ان شاء الله, والمره الجايه ان شاء الله يكون افضل واحسن. نتمنى يا رب ان مصر كلها والنادي الاهلي يبقى فيه مش 100 واحد, 1000 واحد زيه كده ان شاء الله. ونتمنى له التوفيق والسعاده دايما يا رب. اتمنى لك يا رب دايما ان انت دايما ترتقي وتبقى احسن لاعب في العالم, العاب قوه يعني. واحنا النادي الاهلي بنفتخر بيك وبنرجو ان شاء الله ليك كل خير, وتحياتي ليك ولاسرتك والف الف مبروك. زي ما قلت لكم ده مش رأيي ولا رأي الأسرة, ده رأي الجماهير كلهم بيفتخروا بإيهاب عبد الرحمن وعايزين تكون أحسن في العالم. إن شاء الله ربنا يقدرني إن شاء الله أفرحهم كلهم إن شاء الله. هتساعدنا إن شاء الله. الطريق اللي جاي صعب؟ إن شاء الله لا, الصعب عدى. الصعب عدى. الصعب عدى. برافو عليك. يعني الطريق اللي جاي 2024 سنتين ونص إيهاب عبد الرحمن إصرار وتحدي. بالظبط. خلاص. نويت. بالظبط. هو مفيش هزار. مفيش هزار. ان شاء الله الفتره الجايه دي خلاص الصعب فعلا عدى. هي كان الفتره الصعبه بالنسبه لي ان انا ارجع. وطالما رجعت خلاص الموضوع انتهى ان شاء الله باذن الله. خلص الموضوع بالنسبه لك ان شاء الله. مواقف طريفه في حياه ايهاب عبد الرحمن. تمام. لازم اكيد بينك وبين اصحابك, انا عارف برضو بتوع العاب القوه يا جماعه, برضو هقولها بسرعه, بتوع العاب القوه اقوياء جسما ما شاء الله عليهم يعني. في هزار. في مواقف. في مواقف اكيد ما تنساش مع حد. هو في موقف طبعا انا عمري ما انساه, ما ينفعش انساه اصلا خالص. كنا في معسكر. وبعدين كان الاوضه اللي احنا فيها دي ما كان هي الوحيده اللي ما حدش بيسكنها خالص. ليه؟ الاوضه دي كان توفى فيها لعيب. لاعبين, واحد اتوفى بكهرباء اتكهرب, والتاني كان مش عارف حصل. ده كان فين ده؟ كان في المركز الاولمبي. كويس. وكنا في رمضان. كده انت خلصت على المركز الاولمبي؟ لا ده القديم مش دلوقتي خالص, ده كلام زمان خالص يعني قبل ما يتجدد. فهي ما فيهاش حاجه. فكان المركز مليان والاوضه دي اللي فاضيه وكل الناس بتقلق. كان لسه اللي هو المتوفي بالكهرباء ده متوفي قريب. فانا قلت لا يا عم انا هقعد فيها, ما فيش حاجه, انتوا بتهزروا يعني وبتاع, والاوضه المركز عادي. فواحد صاحبي عمل لي ايه بقى, فهم اتفقوا مع فريق, كان فريق الهاند بول الاوضه اللي جنبي, فاتفقوا معاهم. اتفقوا مع الهاند بول. ما انا اقول لحضرتك بقى, قعدوا يومين ابقى انا نايم كده ومطفي التكييف. اصحى الاقي التكييف شغال. اتاري هما متفقين كانوا بيدخلوا وانا نايم طبعا متعبان ما بحسش. طبعا يشغلوا التكييف او يطفوا ايا يكن, اي حاجه بعملها بعملها عكسها عكسها على طول. يومين كده يا جماعه لا اكيد ما فيش حاجه. المهم في الاخر فكان معانا واحد من نوبه كده جميل هو, فدخل راح مطفيين النور كله وراح حاطط فوطه بيضة عليه. الله. بعدين دخل قعد كده لقيت حد بيمشي على دراعي على ظهري كده وبتاع, فبصيت له. فطبعا انا نسيت كل حاجه في حياتي. انا نسيت كل حاجه في حياتي. قمت اجري لسه بنط من الدور الثالث لقيته قاعد يضحك. انا فاكر الموقف ده قسما بالله. انا تقريبا نزلت اجري ورا المركز كله. الدور الثالث؟ بالدور الثالث يعني حضرتك الدور الثالث يا هاب؟ ما اصل انا صحيت بصيت له كده فما شفتش حاجه, لقيته هو. فبصيت على الشباك لقيت الشباك مقفول, رحت بصيت له ثاني وراجع قايم باصص ورا كده لقيت الباب مقفول.
طب هعمل ايه؟ مع كل حاجه مقفوله خلاص. وبصيت له كده طب، وقعد عمال ابص له ومش قادر اطلع كلمه، لا قادر اقرا قران ولا قادر والله كنت هنط من هنا. طلعت اجري وراه، انا فاكر ان انا فضلت اجري وراه من الخوف لعند ما وصلت عند موقف عرب المعادي. لا 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 والله العظيم. وعملت فيه لما مسكت مسكوني كلهم مسكوني بقى عشان ما عملتش فيه حاجه. كنت هتموت وهاب، كنت لو كنت طولته كنت بهجلته. المشكله بقى ان هو كان لعيب جري وانا لعيب رمي، فاستحاله الحقه طبعا. فتقريبا انا كنت خلاص هجيبه، كنت هجيبه، ما اعرفش السرعه دي جت منين بصراحه. ربنا خلاص. والواد يجري ويضحك والناس عماله تجري ورايا يمسكوا فيا. قلتهم والله انا بضحك على الموضوع. المشكله مش في ده كله، المشكله ان احنا كنا في رمضان، فاكيد ما فيش الحاجات دي في رمضان. يعني دي كانت بقى النقطه الثانيه. الموقف ده لا، ده موقف جميل جدا جدا جدا. علاقتك بكره القدم؟ انا بحب بصراحه، انا بحب اتفرج على النادي الاهلي، بحب اتفرج على يعني انا كنت من اوروبا شويه، كنت تابع ليفر، كنت تابع ريال مدريد، بس دلوقتي ليفربول بصراحه عشان محمد صلاح خالص. عشان بصري ما تشجعش ريال مدريد خلاص، هو محمد صلاح بس. بالظبط بالظبط. بتستمتع بيه في الحياه وفخر لينا كلنا ان احنا كل العالم بيتكلم عليه. بالظبط، هو سهل كل حاجه لينا، حسسك ان الصعب بقى سهل. حلوه قوي الكلمه، سهل كل حاجه لينا. محمد صلاح كان بيطلع من نجريج لغايه المقاولين العرب، ايهاب كان بيجي من كفر صقر نفس الكلام. احكي لي المشوار ده كنت بتمشيه ازاي؟ انا كنت باجي المواصلات من عندنا من كفر صقر، اركب لعند موقف العاشر، ومن موقف العاشر باجي للنادي الاهلي. ده كان بياخد منك وقت كبير، ساعتين لعند موقف العاشر رايح جاي، رايح جاي ساعتين رايح جاي، اربعه في اليوم. خلي بالكم الابطال بتخلق في الصعاب، الصعب اللي هو عمله في حياته اي لاعب. وقدامنا طبعا مثال حي قدامنا كابتن ايهاب عبد الرحمن، ان الساعتين دول والساعتين دول هي الاراده والتحدي والتصميم وقتل الصعاب، بيخلص على كل حاجه. اتفضل يا كابتن ايهاب. فهو سهل كل حاجه، يعني اللي بقى صعب يعني مثلا اي واحد دلوقتي، لا مش صعب ان انا اروح واكسب وابقى كويس مع محمد صلاح عملها، يبقى احنا نقدر نعملها. احنا اكيد نقدر طالما هو قدر، يبقى الموضوع مش كان صعب، هو بس اصرار وشغل. وان كل واحد بيشتغل على موهبته وبيشتغل على نفسه وبيركز للحاجه اللي هو عايزها وما بيبصش حواليه، هي دي رقم واحد. هو عمل كده فالناس كلها بقت ماشيه كده. هي حلوه قوي كلمه تسهل علينا كل حاجه. بالظبط، هو خلاص هو الصعب ان احنا مش كنا يعني، احنا كان بالنسبه لنا كريستيانو رونالدو ميسي، احنا محمد صلاح خلاص. النهارده ما تشوف كريستيانو وميسي في الملعب، كريستيانو ومحمد صلاح في الملعب النهارده هاتريك، تفتخر الناس صح. كلها بتتكلم عن محمد صلاح ومفيش حد بيجيب احنا خلينا متفقين ان كريستيانو هو كريستيانو طبعا، عمل كل حاجه، نجم كبير مفيش خلاف عليه طبعا، بس احنا ابننا وفرحانين بيه. صح، ابن بلدنا. بالظبط، ولينا حق. قول لي ليه لينا حق، يعني اكيد افتخر بيه. بالزبط. ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا. قول لي ايهاب عبد الرحمن بره الرياضه بيعمل ايه؟ يعني هواياتك؟ بتغني؟ انا بصوتي ده لا والله، ايه اللي بيسعد ايهاب عبد الرحمن بره الرياضه؟ انا بحب اتفرج على اي حاجه في الضحك، اي حاجه تخرج الواحد من همومه. اسماعيل ياسين ولا بتفرج على افلام بقى جديده؟ جديده وقديمه. انا اي حاجه فيها بتستمتع كدا. بمين؟ انا الصراحه يعني الصراحه قديم اكتر طبعا. قديم قديم اكتر. تحب اسماعيل ياسين وخلاص؟ اسماعيل ياسين، فيلم عادل امام، اشاعه حب، الحاجات دي كلها تقعد تسمع كده تقعد تضحك، تحس ان انت بتضحك من جواك، وكل مره تتفرج على الفيلم كل مره تضحك بجد. لو ايهاب عبد الرحمن ما كانش بطل عالم كان ممكن يطلع ايه؟ لا مش عارف عمرك ما شفتها لا خالص لا، بس ممكن، لا مش عارف، ما حسبتهاش خالص. انا كان نفسي اطلع مهندس، بس ما كنتش بذاكر فكانت دي مشكله بالنسبه لي فعلا كانت مشكله بالنسبه لي. دلوقتي في النادي الاهلي بتفرج على كوره، شفت الماتش الاخير؟ ما شاء الله. قول لي انا مين اللي بسطك اللي فرحك؟ قول لحضرتك على حاجه، انا دايما مقتنع ان احنا يا جماعه ندي الفرصه. انا عاجبني في النادي الاهلي اللي هو مدي الفرصه للموسمين للاخر. طبعا ده النادي الاهلي، ده طبيعه النادي، هو النادي الوحيد في مصر اللي بيعمل ده. طبيعه النادي الاهلي، طبيعه النادي الاهلي. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك ده الحاجه الوحيده اللي عاجباني جدا فعلا بجد، الثبات. الثبات الاداري شيء مهم هو جدا. هو في النص كده في حصل خلل بس لا هو موجود. الناس كلها كانت بتراهن على الماتش ده. فانا بالنسبه لي الماتش ده انتقام من الماتش الاخير. انا بالنسبه لي بصراحه عشان بصراحه مع حضرتك لا، مين بقى اللعيب اللي خد قلبك كده في الماتش؟ بص انا الشناوي بحبه جدا، بس في الماتش اللي خد قلبي البرستاو الجديد. برستاو الجديد ده كان بالنسبه لي انا قاعد مستنيه في اول ما جه. لا ده انت تعالى، ده انت حبيبي. حمزه هيلعب العاب قوه ولا هيلعب كوره ولا هيلعب ايه؟ انا هلعبه الحاجه اللي هو يبقى شاطر فيها، الحاجه اللي هو يبقى موهوب فيها. انا ممكن اقول له تعالى انت لازم تلعب العاب قوه، هو مش موهوب في العاب القوه. ممكن اقول له لا تعالى بقى كوره ومش كوره، انا هلعبه كل حاجه.
هتسيبه جوه الملاعب؟ بالظبط. هتجيبه النادي الاهلي ولا هتخليه في قفص صقر؟ طبعا هتجيبه النادي الاهلي على طول، تحطه طبعا داخل النادي الاهلي. ده انا هبقى قاعد جنبه في النادي الاهلي. يا كابتن، بص يا كابتن، وجودك جوه النادي الاهلي ده شرف وحاجه كبيره جدا، وجودك جوه السور ده حاجه كبيره جدا. دي حقيقه. وجودك ان انت موجود بتقول انا لاعب نادي اهلي، دي حاجه كبيره جدا. احنا ربنا اكرمنا، دايما بقولها لنفسي، احنا ربنا اكرمنا دخلنا جوه النادي الاهلي بالزبط. وربنا ادانا الفرصه، لكن كان ممكن يكون في ناس احسن مننا كتير بالزبط. بس ما جاتهمش الفرصه دي بالزبط. صح الكلام. احنا ناس محظوظه. محظوظه صح، محظوظين. في لعيبه كتير العاب قوه راحوا انديه تانية وهم احسن مننا، بس هم مش محظوظين نفس حظنا. احنا نحمد ربنا على نعمه الاهلي، نحمد ربنا على نعمه الاهلي. وكلمه اخيره للجمهور الاهلي اللي كله بيتابعك وكله بيسبورت ايهاب عبد الرحمن. انا ان شاء الله اقول لهم كلمه واحده بس، ان شاء الله باذن الله انا هعمل كل اللي اقدر عليه ان شاء الله في السنتين ونص الجايين دول، وباذن الله قريب جدا هتسمعوا اخبار كويسه تدي مبشرات على الاولمبياد ان شاء الله. نورتني وشرفتني، ربنا يخليك يا كابتن. والله صدقوني سعدت النهارده بإيهاب عبد الرحمن، وهراهن عليه وهفضل اراهن عليه. إيهاب عبد الرحمن 2024 ميدالية أولمبية بإذن الله بتوفيقه، بس لازم كل واحد مع إيهاب عبد الرحمن ياخد دوره، كل واحد يعمل دوره، الاتحاد يعمل دوره، وكل الدنيا تعمل دورها، وكل الدايرة حول إيهاب عبد الرحمن هتعمل دورها. إيهاب عبد الرحمن بإذن الله هيكون في باريس 2024 على منصة التتويج. كل يوم جمعة استنونا من 7 ل 9 في حصاد الأبطال، ومعانا أبطال كبار بيشرفوا مصر ويا النادي الاهلي. في اخر الحلقه بقول لكم شكرا والى اللقاء.